ميه ليها مليان، ومادام هما لقيتي فيه كل حبه صغيرين يبقى برضو هيقعد حبه صغيرين وبعدين كده يحصل الاوتوليس. تمام، ونفس الكلام. طيب نيجي بقى للماسل بالك اللي احنا قلنا عليها. كل ما الماسل بالك احنا قلنا الاستورج بتاع الاي تي بي دي فين، كل ماسل لوحدها كده ليها الاستورج بتاعها. تمام، مش جنرال ستورج كده في البادي كله على بعضه بيتوزع، لا، كل ماسل ليها المخزن بتاعها جواه. يبقى كل ما الماسل كبرت كل ما ايه؟ كل ما الاي تي بي زاد. تمام، وكل ما الاي تي بي زاد كل ما العمليه في الرجل المرتبط كانت ايه؟ ديلي برولونج. اوكي، طيب بالتالي الناس اللي هم الرياضيين اللي عندهم ماسل بالك عاليه دول اللي عندهم ماتش اي تي بي، فهتبص تلاقي ايه الرايدر موتس فيهم ايه؟ ديليد وبرولونج. الناس اللي هم عندهم انيشيشن جسمهم ضعيف ويك مفيش ماسلز، ناس عواجيز عيال صغيره كلام من ده، هيبقى رابد اكت ترانزيانت، ياخد مده قليله. طيب نيجي للكوز اوف ديث. لو انا بادي البوست مورتم لايف الزيرو بوينت بتاعتي بكميه قليله اصلا نتيجه لوات ايفر كوز اوف ديث، يعني انا البني ادم ده مات وهو في ديبليشن للاي تي بي، زي ايه بقى؟ زي ان هو مستهلك الاي تي بي بتاعه في كان داخل في تشنجات وكونفرجنز قبل الوفاه، تمام؟ فكسر الاي تي بي بتاعته في الحركه بتاعت المسل قبل الوفاه الجامده والتشنج الجامد، المسل كونتراكشن قبل الوفاه. تمام؟ فهو بادي اصلا بستورج قليل، يبقى في الكونفكسيف ستيتس بيحصل ايه؟ بتبقى ايه؟ رابد و وترانز. ده ليه؟ عشان هو مستهلك اصلا الاي تي بي، عنده ماسل بالك وكل حاجه وزي الفل والدنيا الجو جميل وكله تمام، ولكن هو مستهلك الاستورج بتاعه، صرف من الاي تي بي بتاعه، فبادي وهو مفلس. تمام؟ فخلاص مفيش رينيول بعد الوفاه، ان دي فايتال بروسس، فهي ايه؟ هيبقى رابد وترانزيت زي بقى الحاجات اللي احنا عارفينها دي، الاستريكنين طبعا، الالكتريكيوشن، التاتنس، الحاجات الموجوده عندنا في الجسم. طب ايه اهميه الراجل موتس يا جماعه؟ بالنسبه لي كميديكال ليجل امبورتنس، اولا تشيك ساين اوف ديث، يعني اي بني ادم كده ماشي في الشارع وشاف جثه متخشبه هيقول لك ده مات. يعني هل فيها في احتمالات ثانيه ان هو يكون حاجه غير ان هو ميت؟ هو متخشب كده؟ لا، متخشب يعني ميت، يعني اكيد احلف ان هو ميت. تمام؟ كمان اقدر من البروجريشن عشان هو بروجريسيف بروسيس اعرف التايم اوف ديث. اوكي؟ كمان وده مهم جدا، وخد بالك ده بيتخشب على البوزيشن اللي هو كان فيه. تمام؟ يعني فاكرين القصه بتاعت امبارح بتاعت البابا شنوطه اللي كنت بقول لكم عليها، اللي هو كانوا قاعدين عشان شعبه يحييه، فكان في ناس قلبهم موجوع ما بيتفرجوا في التلفزيون، يقول لك يا نهار ابيض هيقبروه وهو قاعد، هيقبروه وهو قاعد، يعني لان هو كان قاعد فتره طويله فاكيد اتخشم على الوضع ده. اوكي؟ فكانوا يعني مشفقين ان هو دي رجل الشارع عارفها، يعني الانسان العادي ان هو ما دام قاعد على الكرسي هيتخشف في وضع الموت. اوكي؟ واقف هيتخشف، عامل كده هيتخشف، مش عارفه ايه، فهو بيرسم لي الوضع اللي هو اتخشف على نفسه، بيرسم لي الوضع اللي كان عليه هذا الشخص بعد الوفاه، لانه بيتخشف على نفس هذا الوضع، فبيعرفني البوزيشن بتاع البني ادم ساعه ما توفى. وكمان بيدي نوت الكوز اوف ديث زي ما قلنا من الرابيديتي والكلام ده، برضه انا اسجست الكوز اوف ديث. والمهم جدا وهو هننسى زي ما قلت لك في الهايبوستازيس الديفرنشال دايجنوز، لما اقول لك ميديكوليجال امبورتنس اوعى انسى الديفرنشال دايجنوز، ان امبورتنت ميديكوليجال امبورتنس بالنسبه لاي تارجت بالنسبه لنا، واحنا التارجت بالنسبه لنا في البوست مورتم تشينج ايه؟ البوست مورتم بيريد اند الميديكوليجال امبورتنس. طيب الجثه المتخشبه دي او اللي هي في ريجيتي ممكن تكون ايه الكوز بتاعه البوست مورتم ريجيتي؟ ممكن تكون حاجه اسمها كولد ستيفنس، او حاجه اسمها هيت ستيفنس، او حاجه اسمها كادافيريك سباز. تمام؟ ايه هو الكولد ستيفنس ده؟ فاكرين الفرخه اللي احنا جبناها امبارح وقعدنا نغسلها ونشوف البروزز اللي فيها وقطعنا عليها؟ طب الفرخه دي بعد ما غسلناها خدناها ودخلناها على الفريزر في درجة حرارة الفريزر، تمام؟ وسبتها يوم واتنين أو يوم وجيت خرجتها من الفريزر، هتلاقيها إيه؟ هتلاقيها فلاسيد كده، ولا هتلاقيها كتلة سوليد ستيفند؟ وده نتيجة لإيه؟ للكول ستيفنس، أوكي؟ لأن حصل فيها حصل لها فريزنج لكل السوفت تيشو، لكل الفلويدز اللي جوه الجسم بتاعها، فبقت إيه؟ ستيفند بالمنظر ده.
بلكم يقول لك ايه دي تجمدت، يعني كانك عملت كاتوف للوقت. وخد بالك من النقطه دي، يعني انت حفظت البروتينز بتاعتها، الفرخه دي سليمه زي الفل ما فيهاش حاجه، هتطلعها وتحطها على الترابيزه وتفك وتطبخها وتاكلها مفيش اي مشكله. اوكي ليه؟ لان الماسل بروتينز اللي فيها والسوفت تيشو اللي فيها سليمه تماما، وده اللي بيحفظ بالظبط. الكاديفر لو دخلناه الثلاجه الفريزر او اتعرض لانفايرمنت فيها كول تمبرتشر عالي، الدنيا الوقت عنده بيتجمد، كانك استقطعت هذا الوقت بالظبط، بحيث ان هو بيبقى ستيفن في درجه حراره حفظ لكل التيشوز بتاعته، ما بيحصلوش اي تشينجز في الوقت ده، وخرجناها من الثلاجه تبتدي البروسيس تشتغل بتاعه البوست مورتم تشينجز والاوتوليسيس والكلام ده. يعني لو خرج من الثلاجه بعد كده وفك سبته شويه هيتخشن، هيدخل في رايجور مورتس. ليه؟ لان الماسلز بتاعته سليمه. تمام؟ وخد بالك من الحكايه دي. طيب ايه هي الستيفنس دي؟ احنا خدنا الفرخه بعد كده بقى وقلنا هناكلها، وخدناها سلقناها شويناها مش عارفه ايه كده، عملنا لها ايه؟ كوكينج اوف ذا بروتينز. اوكي؟ بتاعتها. يبقى الماسلز بتاعتها خلاص بقت كوكد، البروتينز بقت كواجيليتد. تمام؟ الكواجيليشن والكوكينج بتاع البروتين ده بيعمل ايه؟ بيعمل شورتنينج في الماسلز. وانا عندي الشورتنينج في الماسلز دي الفلكسرز بتبقى اشد ولا الاكستنسرز؟ الفلكسرز بتبقى اشد، بتبقى مور بالكي، فبتقدر تعمل ايه؟ كل الجسم بتاع البني ادم في الهيت ستيفنس يشد على بعضه، يبقى فلكسل، يبقى عامل كده بالظبط، كده بالظبط زي ايه؟ مجعبس كده زي الفيت البوزيشن، زي الناس اللي هم بيلعبوا ملاكمات وكلام من ده، يبقوا قاعدين زي اللي هو بيسموه بوكسر اتيتشود، بيسموه بيجيليستيك اتيتشود، ونعرف الاسمين دول عشان بيجوا كتير بوكسرز وبيجيليستيك، اللي هو زي وضع الغوريلا، منظر اللي هو الفلكشن، كل البادي عنده فلكسد لانه اتعرض لحراره شديده جدا عملت كوكينج في الماسلز، ولما عملت كوكينج الماسلز بتاثر على الفلكسرز اكثر من الاكستنسر، عشان كده بيحصل شورتنينج. عشان كده انت ممكن فرخه سليمه تيجي تحشرها في حله صغيره مثلا كده تلاقيها طالعه لك من جنب مش رايحه تدخل محشوره كده، شويه كده لما تبقى كوكد تلاقيها كشت وسبت ودخلت جوه الحله وبقت اكوموديتد جوه الحله. ليه؟ حصل لها شورتنينج. لو انت قستها ولقيتها مثلا اباوت 30 سنتيمتر قبل ما تطبخها، طلعها وقيسها بعد ما تطبخها هتلاقيها بقت مثلا 25 سنتيمتر. ليه؟ حصل لها شورتنينج. اوكي؟ ممكن عشان اللي هو الاقصى في ووتر الخلفيه؟ الاقصى في ووتر والماسلز نفسها الووتر مالوش شكل، لكن السوليد هو اللي بيش هو اللي بيدي الالونجيشن والكلام ده زي اي ماتيريال في الدنيا. اوكي؟ طيب خلاص الماسل دي كوكد او البني ادم ده اتعرض لحراره كبيره ودخل في الهيت ستيفنس بالمنظر اللي انت شايفه ده، والحراره دي الحقيقه دي وقفت خالص. تمام؟ ورجعنا لدرجه حراره الغرفه دي، والبني ادم ده اتركن شويه. هل هيحصل له رايجر موتس؟ هيتكون ليه؟ لان ما عادش في ماسل خلاص، انتهت الماسل، باظت الماسل بروتين بقت كوكت. فين بقى الاكتين والمايوسين والفيلم اللي احنا بنقول عليه ده؟ مين اللي هيشتغل معانا عشان يعمل رايجر موتس؟ يبقى مش هيحصل عمليه الرايجر موتس في الحاله دي. اوكي؟ يبقى الرايجر موتس بيحصل لي في الكولد ستيفنس بعد ما الحراره تبقى يعني موديليتد، ما بيحصلش في الستيفنس، وده ليه؟ عشان الستيت بتاع الماسل. التاني الديفرنشيشن هو الكادافيريك سبازم، وده من اشهر الاسئله في الامتحانات، واللي بنسميه ساعات بيبقى اسم مجازي مش اسم صح، اوكي، ولكن اسم شهير انستنتينيوس رايجور. انستنتينيوس يعني ايه؟ يعني ات ذا سبوت، ات ذا مومنت اوف ديث، اوكي، ورايجور يعني ريجيتي. اوكي، هو ده الرايجور مورتس اللي بيحصل ات ذا مومنت اوف ديث، وبيحصل كونتراكشن، فورسبل كونتراكشن for one group of voluntary muscle. ال group of voluntary muscle، which group of voluntary muscle؟ اي واحده ال voluntary muscle، الجروب اللي كانت في ستريس او physical activity ساعه الوفاه، لحظه الوفاه، هي دي اللي بيحصل فيها رايجور موتس. يعني واحد بيموت نفسه مثلا بسكينه، ايده اللي ماسكه السكينه هي اللي بتجراسب فيرملي على
السكينه، لان هي دي الجروب اوف ماسل اللي كانت في فيزيكال اكتيفيتي ساعه الوفاه. لما اشوف المنظر ده واحد متوفي جسمه فلاسيد وايديه جراسبنج على النايف، ده بيرشح لي وبيرجح لي بشكل كبير جدا ان اللي حصل هنا سادن ديث اسوشيتد ويز ستريس شديد جدا جدا جدا. والميكانيزم مش معروف بتاع الكادافيريك سباس، لكن بيقول لك ان هو غالبا ما يكون نيوروجينيك ميكانيزم. اوكي، ذس از ذا كادافيريك سباس. ايه اهميه الكادافيريك سباس؟ ايه الميديكال امبورتنس بتاعه؟ ان هو بيجنوت المانر اوف ديث. ومانر يعني ايه؟ مانر يعني هوميسايد سويسايد اكسيدنت. تمام، هو ده المانر بالنسبه لنا، يعني كيفيه حدوث الوفاه، السيركمستانسز المحيطه بالوفاه. ايه؟ لان قلت لك في الهوميسايد او ده ستريسفول ده، ستريسفول ساتن ده في الهوميسايد. تمام؟ فبيبقى البني ادم اقل مقاومه بيقدمها للبني ادم اللي بيعتدي عليه وبيموته، ان هو مثلا يشد شعره، يقطع هدومه، يعضه. وزي ما قلت لكم قبل كده في حاله كانت ريكوردد في الليترتشر، ان حصل كادافيريك سبازم في الفولنتري ماسل بتاعت الجو، كان بيعض الاسيلنت بتاعه ومات وهو بيعضه، فحصل جراسبنج لبارت من التيشو بتاعت الاسيلنت وسط اسنان ميت، والتيشو متحاش في اسنان. اوكي، لان هي دي الفولنتري ماسل اللي كانت ان فيزيكال اكتيفيتي ساعه دي ستريسفل ديث ايفنت. تمام، طيب في السويسايد زي ما قلنا واحد بيموت نفسه، اتس ستريسفل، اتس فولنتري اكت، ولكن اتس ستريسفل اكت. فدايما يقول لك حتى من علامات ان الحاجات ان الحادثه دي سويسايد ان البني ادم يبقى جراسبنج الويبن في ايديه. تمام، حتى ساعات الاهليه عايزين يداروا على قصه السويسايد دي، لان احنا السويسايد في عرفنا ده شيء مش مقبول بالنسبه لنا، فضيحه يعني. فبيبقوا عايزين ايه؟ يشيلوا السلاح من ايد ابنهم او بنتهم ويبقوا مش عارفين، لان هو بيبقى فورسبل كونتراكشن. اوكي؟ طيب ممكن في الاكسدنتال داثس، ايوه، والاشهر هو الدراونينج. والدراونينج يعني ليه جبنا الدراونينج از ميثود اوف از اكزامبل فور اكسدنتال؟ ليه؟ لان هو موستلي دراونينج اكسدنتال. اوكي، او بشكل تاني ان the most commonly accidental type of violent asphyxia is drowning. وده سؤال بتسأله كتير قوي، يقول لك ايه اكتر frequency للفايولنت asphyxia من الحاجات اللي انت قريتها وشفتها وفي المنهج عندك دي؟ دول الدراون. اوكي، ليه هو اكتر واحد؟ ليه مور فريكوينت؟ لانه اكتر واحد اكسيدنتلي ان اوريجن، والحوادث العرضيه طبعا اكتر من الحوادث الهوميسايد او السويس. اوكي، طب الدراونينج از ان اكزامبل اوف الاكسيدنتال داتس، بتبص تلاقي البني ادم بيستراجل فور لايف زي ما بنقول كلنا، ويقعد يمسك على اي حاجه، شويه رمله، شويه طينه، شويه واتس ايفر، يعني بيطلق بيتشعلق فيه زي ما بيقول لك الغرقان بيتشعلق في قش. وساعات بيبقى جراسبنج على ولا حاجه، لما ايديه تفك السكند الفاسيتي تلاقي في ايديه ولا حاجه. اوكي، نافينج. اوكي، يبقى الميديكال ليجل امبورتنس بتاعت الكاتابيريك سبازم هي الديناوشن اوف مانر اوف ديث. طيب الجدول ده يعني اكستريملي امبورتنت، ولكنه لاس امبورتنت زي الجدول بتاع امبارح بتاع الهايبوسيز والبروزيس. اوكي، يعني لا يعلو على الجدول بتاع الهايبوسيز والبروزيس. والكاتابيريك سبازم بتقارنه مع الرايبور مورتس، وقلنا اهم حاجه في الجدول اي جدول في الدنيا هو الاكسس بتاعه، بيحصل امتى، التايمنج، ايه المصرف الانفولفد، ايه الكونديشنز بتاعه الحادث ده، ايه الميكانيزم، الكونتراكشن اخبارها ايه، والميديكال ليجل امبورتنس. التايمنج بتاع الكاتابيريك سبازم يا جماعه ده انش مورتم ولا بوش مورتم؟ لما اقول لك ات ذا مومنت اوف ديث يعني ايه؟ انش مورتم يعني ده مرتب يا جماعه، مش بوست مورتم. ولكن الرايبور مورتس ده بوست مورتم وبوست مورتم وبوست مورتم، ده بياخد له ساعتين في البوست مورتم على ما يبتدي. اوكي، طيب والكاتابيريك سبازم ده ايميديت انستنتينيوس رايبور اد مومنتري. تمام، ولا الرايبور مورتس ده جول بروجريسيف بروسيس. طيب الكاتابيريك سبازم ده ات ذا مومنت اوف ديث، والتن الايد جراس كونتراكتد كده بالمنظر ده، ويدخل البادي في الرايبور مورتس وتنها كونتراكتد برضه لحد ما تفك بايه؟
في السكندري فلاسيتي، يعني بتباس بالبرايمري فلاسيتي يا جماعه؟ لا. اوكي هي اكزامبل من البرايمري فلاسيتي. تمام؟ يبقى ما فيش برايمري فلاسيتي، خد بالك من الموضوع ده. ولكن الرايجور مورتس ده ماشي عادي، ده سيكونس طبيعي خالص اللي هو برايمري فلاسيتي رايجور مورتس اند سكندري فلاسيتي. ويتش ماسل دي انفولد؟ في الكادافيريك سباس وان جروب اوف فولنتري ماسل اللي هي كانت اد ذا مومنت اوف ديث في فيزيكال اكتيفيتي في ستريس. الرايجور مورتس كل الماسلز بره وجوه كله فولنتري انفولنتري. ايه الكونديشنز اوف ديث اللي بيحصل فيها كادافيريك سباس؟ الديث اللي هي الستريس فيل اللي فيها نيرفس تنشن. الرايجور مورتس كل الديث بيحصل فيها النورمال داتس واي داتس بيحصل فيها الرايجور مورتس. الميكانيزم قلنا مش معروف ولكن موستلي نيوروجينيك. والميكانيزم الرايجور مورتس لا معروف وعارفينه، ملوش حل تاني غير ان هو كيميكالي ديبندنت على ال اي تي بي. والكادافيريك سبازم الكونتراكشن بتاعت الماسل شكلها ايه؟ فورس بالكونتراكشن. قلنا اصحابنا دول اللي عايزين يشيلوا السلاح من ايد ابنهم المنتحر يعني بيعافروا عشان يفتحوا ايديه، مش بيعرفوا ساعات بيكسروا الايد علشان يطلعوا السلاح من فورسبل كونتراكشن. مش سهل ان انت يعني تو بريك ذيس كونتراكشن. وعلى الرايجور مورتس لا يعني بيبقى اقل شويه في الريجيديتي. والميديكالي امبورتنت كادافيريك سبازم قلنا ايه هي؟ المانر اوف ديث بتشوف ذا مانر اوف ديث. وعلى الرايجور مورتس يعني اوايد رينج اوف الميديكالي امبورتنس ولكن ذا موست امبورتنت از التايمنج بتاع الديث. وقلنا الجدول ده فيري امبورتنت يا جماعه. اوكي هو كده بيرفكت بس بيحصل في بارت معين من البادي اللي حصل فيه التنشن، بقيت الجسم بيحصل له عادي بيمر بمراحل عادي. عادي مش ماشي طبيعي هو ده، بس الجزء ده هو اللي بيحصل. اوكي طب نشوف الكيس دي يا شباب. الكيس دي موجوده عندنا في الكتاب. قال لك A young man committed suicide by a firearm weapon. بعد 30 minutes after death a police officer found the gun firmly grasped in his right hand. بيقول لك ايه؟ بيقول لك كان ذا بوليس مان جت ذا ويبن اوت اوف ذا فيكتيمز هاند. بالظبط كده 30 مينت وفي كونتراكشن في وان جروب اوف لاتري ماسل ده كده فيريك سباس، صعب جدا ان هو يبدو. وده الاكسبلانيشن بتاعي. طيب وين كان هي جت ات ايزلي؟ امتى؟ لما الفاس بقى تو دي سكندري كريتيتي وتفك بالسكندري كريتيتي والبطالس. طب ايه البوست مورتم تشينجز اللي حصلت في ال 30 مينتس افتر ديث؟ تعالوا بقى نفكر ونفتكر كده من امبارح ايه في ال 30 مينتس دول هيحصل لنا في البوست مورتم تشينجز اللي قلناها لحد دلوقتي. الاي ايه اللي في الاي بيحصل؟ اللي الاي او بي بي اللي هي الانترا اوكيولار بريشر بينزل بيدروب صح؟ ايه تاني؟ الريفلكس بتبقى لوست ات ذا مومنت اوف ديث كمان. ايه تاني؟ السكليرا بيحصل فيها ايه السكليرا؟ التشينوار دي بتاخد لها 3 4 ساعات؟ لا دي مش تبعنا. اللي ايه؟ التيمي دايلاتيشن اوكي. ايه تاني؟ البلاد فيسل الريتنا البلاد فيسل ثانك يو فيري ماتش. السيجمنتيشن دي بتاخد لها ربع ساعه. اوكي يبقى معانا هنا شغاله معانا. اوكي غير الاي تشينج ايه تاني؟ فاينل فلاسيتي. اوكي طبعا اول ما بيموت بيبقى فلاسيت. ايه تاني؟ كونتاكت سنتي وكونتاكت بالور يعني مش باين قوي بس بيبقى موجود معانا برضه. ها؟ ايه تاني؟ احنا قلنا اي تشينجز وين؟ تشينجز اللي هو البالور اوكي والنان والاوبيستي اوكي والنان جابينج. ايه تاني؟ ما انا حد قال هايبوستيزيس. هايبوستيزيس يا جماعه عشان اشوفه بعيني عشان ابتدي اشوفه كده بياخد له قد ايه؟ بالظبط كده تمام؟ يبقى هو صحيح بيحصل ات ذا مومنت اوف ديث زي ما قلنا امبارح ولكن عشان انا اجوته بعيني واعمل له دايجنوز كده ويبتدي يبان لي كده كاباتشي ابييرنس لازم تاخد لها مسافه طبعا اكتر من الكلام ده. يبقى اللي انتوا قلتوا عليه تمام اتفضلي. برايمري فلاسيتي اوكي كونتاكت بلاندنج سكين تشينج واي تشينج اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. طيب ندخل في الجروب اللي بعد كده اللي هو السكندري فلاسيديتي يا جماعه اللي هو اللاست ستيشن في الماسل ستيت اهي. الثاني اللي بيحصل بعد التخشب للماسلز والارتخاء ده بيبقى نتيجه لايه بقى؟ الماسلز حصل لها ايه؟ بتبوظ بقى خالص بتبقى ديكومبوز بتبقى اوتلايز اوكي بيحصل لها بيوتريفاكشن بتعفن تمام فبتفك تمام يعني المصل بروتين هنا خلاص بينتهي بيبقى
ديستراكتد بالديكومبوزيشن بروسيس فيبتدي يبقى مانيفست بالاول مانيفستيشن. خد بالك من دي اول مانيفستيشن للديكومبوزيشن هي ايه؟ اول مانيفستيشن ما تخليش كلر تشينج قول لي ايه؟ سكند تمام؟ دي اول مانيفستيشن للديكومبوزيشن. اول ساين للديكومبوزيشن هي السكند ريبليسمنت تمام؟ يبقى بدايه المعنى ان هو دخل في سكند ريبليسيشن ان هو دخل في ديكومبوزيشن وبترجع تاني الدنيا تبقى سوفت وفلاسيد ولكنها داز نوت ريسبوند للالكتريك ستيبيلايز زي ما قلنا. عشان كده في سكشن الفيزيولوجي بتاع زمان كنا نيجي في السكشن ده بتاع النهارده نجيب الضفادع ونشتري ضفادع ونشرحها ونعملها وتشتغل معانا على نيجي زمايلنا بتاع سكشن بتاع بكره نجيب ضفادع تاني ماشي. طب ما احنا كنا خلينا الضفادع بتاعه امبارح مثلا واشتغلنا عليها بدل ما نقعد نعمل ابيوز للانيمالز كده وفي الاكسبيرمنتيشن ولكنها هتبقى خلاص دخلت في السكندري بلاسيتي ومش هتنفع مش هتريسبوند معايا للالكتريك ستيمولاي المسلز هتبقى اوتلايز خلاص دي كومبوز فلازم اجيب ضفادع جديده. اوكي الجدول ده يعني اقلهم في الاهميه ولكن مش هيجي في صوره جدول غالبا لكن ممكن يجي لنا اسئله كتير فيه يعني از شورت كويشن الديفرنشال بين برايمري اند سكندري بلاسيتي لما تلاقي الجسم متفشخ هتعرف ازاي غالبا بيجي لك في الكيس ان مثلا البادي كان مرخرخ حتى يعني ايه ده برايمري ولا سكندري ولا سجست هو في ويتش بوست مورتم لاين بنقارن ما بينهم ريجاردنج التايمينج البادي تمبرتشر اللي كان نازل الريسبونس للالكتريك ستيمولاي اند الكيميكال ستيمولاي التايمينج بتاع البرايمري بلاسيتي دي ايميديتلي افتر ده ولكن السكند بلاسيتي بتبتدي من 18 ل 25 ساعه شفت وايد رينج قد ايه؟ رينج كبير قوي 18 ل 25 ساعه بعد الوفاه. البادي تمبرتشر تفتكروا في مين هيبقى اقل؟ الكولينج الكولينج كل ما الزمن زاد كل ما الكولينج بقى اقل يعني في سكريس هيبقى اقل. الميكانيزم البرايمري بلاسيتي قلنا هو الميكانيزم ايه؟ مفيش ماسل تون مفيش ريفلكس اوكي فالدنيا كلها بتبقى مرخرخه ولكن السكندري بلاسيتي ده في ديكومبوزيشن وفي اوتوليس وفي ديكومبوزيشن. الريسبونس للالكتريك ستيمولاي ريسبونسيف طبعا في البرايمري بلاسيتي الماسلز نون ريسبونسيف في السكندري بلاسيتي. للكيميكال ستيمولاي بختبر ايه؟ بختبر البيبيلي دايليتور ماسل بحط لها اتروبين والاتروبين معروف ان هو بيعمل ايه؟ دايلاتيشن. طب ما احنا لسه لول قايلنا في البوست مورتم تشينج بيحصل دايلاتيشن لكن ايه بقى؟ لكن احنا قلنا امبارح ايه؟ What type of dilatation؟ Mid size dilatation. لكن خلينا في الرمد الاتروفين بيعمل ايه؟ Complete wide dilatation. تمام؟ يبقى الدايلاتيشن هيزيد معانا. هتريسبوند والدايلاتيشن هيزيد في حالات البرايمري فلاسيتي هتبقى نون ريسبونس نهائيا في حالات السكندري فلاسيتي. اوكي؟ السؤال ده سؤال جميل وبيقول لك البوزيشن اوف ذا كادفر بعد الوفاه هو كان واخد ويتش بوزيشن اوكي كود بي ديترمند باي ايه؟ ايه من الحاجات اللي قلنا عليها البوست مارتم تشينج هايبوستيزز هاي ايه تاني ولسه قايلين ايه؟ رايجور مورتس تمام ايه تاني بيتخشب على بعضه ايه تاني؟ يس ثانك يو فيري ماتش مين اللي قال هنا؟ كونتاكت بالر اند كونتاكت فلاتنينج تمام اوكي يبقى هم دول الاربع حاجات في البوست مورتم تشينجز اللي بيبينوا لي البوزيشن بتاع الكاليبر بعد الوفاه كونتاكت بالر كونتاكت فلاتنينج هايبوستيزز اند رايبور مورتس دول الحاجات البوزيشنلي ديبندنت اللي بيبينوا لي البوزيشن بتاع الكاليبر بعد الوفاه ندخل في الديكومبوزيشن او الديكومبوزيشن يا جماعه